امن سعادة كما هو السفير، في هذه النقطة متفق تحديدا عليه. أهمية طبعا فتح أفق سياسي جديد وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. الرئيس السيسي كان ليه موقف ثابت وواضح ومباشر خلال كلماته في افتتاح قمة السلام بالقاهرة، وموقف معبر الحقيقة عن إرادة الشعب المصري بكل أطيافه، لما أكد أنه لا نية لتصفية القضية الفلسطينية، ولن يحدث ذلك على أي حال من الأحوال على حساب مصر، لن يحدث ذلك أبدا، وكررها أكثر من مرة. سيناريو أو فكرة التي تصدر من وقت لآخر من بعض الأطراف بالتهجير والوطن البديل وغيره، كان الرئيس واضح جدا أهمية إرسال هذه الرسالة وتفاعل الأطراف الإقليمية والدولية معها. هم رددوا كثيرا يعني أنه يمكن الدفع بالهجرة القسرية في مقابل أن تحصل مصر على أموال أو في مقابل آخر، لكن في جميع الأحوال منذ بداية التعامل مع المشهد ومصر تضع هذا الأمر في خط أحمر، وعندما أكد السيد الرئيس أن هذا لن يحدث أبدا، تصفية القضية الفلسطينية ولن يحدث على حساب مصر، أمر واضح وقاطع وصريح، وتذهب فيه مصر لأبعد مدى، يعني أيا كان المشهد ستقف مصر من أجل بقاء وأبناؤنا في غزة أيضا. يعني تأكد رئيس محمود عباس عندما اختتم حديثه في قمة القاهرة بلن أرحل لن أرحل لن أرحل لن أرحل 3 مرات، أبناؤنا في غزة سيعيشون بين أنقاض منازلهم عن أن يغادروا لتيه جديد أو لنكبة جديدة. أظن أن المشهد أيضا من الناحية الجيوبوليتيكية لا ينظر لموضوع التهجير من الزاوية الإنسانية، هي كلها أمور تخطط لخدمة مصالح إسرائيل، ولما لا نعيش في بلدنا؟ يعني غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما لا توافق إسرائيل على منحهم وطنهم المستحق؟ وكانت هناك أطروحات عديدة لإقامة الدولة الفلسطينية، وكانت هناك اتفاقات عديدة نقضتها الحكومات الإسرائيلية بشكل متكرر، كنا لدينا اتفاقية أوسلو ولا بد من إحيائها، كان لدينا واي بلانتيشن واتفاق القاهرة والعديد من الاتفاقيات التي كان من الممكن لو وقفت إسرائيل بإيجابية أمامها لكنا قد وصلنا الآن إلى الحل، ولكن حكومة عقب أخرى تنقض ما تعاقدت عليه الحكومات السابقة، وهو أمر طبعا لابد أن يحاسبها عليه المجتمع الدولي، لا أن يقبل سياسة العنف الذي سنصطدم به حتى لو تم في هذه المرحلة القضاء على مقاومة، ما ستنشأ مقاومات أخرى لأن لم نتعامل مع المشهد بقواعده وأسسه الأخلاقية والسياسية والدبلوماسية، وتركنا شعبا تحت الضغط، حتى أن زعيم المعارضة الإسرائيلية اتهم نتنياهو وحكومته خلال العام الماضي كله بممارسات أدت لانفجار الوضع على النحو الذي نشهده، لم تكن إسرائيل قوة احتلال فقط ولكن قوة احتلال غاصبة ومستفزة للداخل الفلسطيني بالقتل عن عمد واقتحام القرى والمدن الفلسطينية في الضفة والقطاع، وكذلك إطلاق جحافل المستوطنين ليمارسوا غيهم على أبناء شعبنا المدني الأعزل في الضفة. طيب الضفة فيها السيد محمود عباس ومنظمة التحرير وليس بها حماس، ماذا يفعلون؟ يقتحمون يوميا ويقتلون يوميا. طيب لا حل للقضية الفلسطينية وصولا للسلام إلا عن طريق حل الدولتين ووقف التصعيد والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، إيه دور الدبلوماسية المصرية في تأكيد هذا الموقف وفي إعادة طرحه من جديد؟ أظن في اجتماع القاهرة كانت الجلسة الأولى تعبيرا دوليا جماعيا عن الالتزام بحل الدولتين، لم تخرج كلمة واحدة إلا وأكدت حل الدولتين، سواء كنا نتحدث عن المتحدثين العرب أو الأوروبيين، الكل يتحدث أو الأسيويين، الكل يتحدث عن حل الدولتين. إذن واجبنا في المرحلة القادمة، وهذا ما ستسعى إليه الدبلوماسية المصرية، هي إيجاد الآليات التي من شأنها الوصول إلى حل الدولتين، يعني لابد من أن يكون هناك تصور كيف سيتم التعامل مع قطاع غزة، ماذا عن إشراف دولي يقود إلى استفتاء يؤدي إلى حق تقرير المصير،
وتنشأ الدولة الفلسطينية لتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. أظن أن إسرائيل لابد أيضا أن تقرر الرأي العام الإسرائيلي، أظن أدرك بشكل واضح وصريح أن القوة لن تأتي له إلا بوبال من القوة المضادة، وعليه أن يدرك أن مفهوم الأمن لا يتحقق بالقوة. وأظن أول من سيدفع الأثمان وستسقط عنه الأقناع الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، والتي وعدت شعبها بالأمن ولم توفي، وأهانت جيشها وأهانت شعبها بالممارسات أيضا التي تمارسها حتى اليوم عبر 15 يوم من القصف ضد المدنيين، هي أيضا ترتكب جريمة حرب، وتثبت أن استخدام المفرط للقوة هو أحد دلالات ضعف هذه الدولة وهذه الحكومة. وعن على الرأي العام الإسرائيلي الذي كان ناهضا ربما لأسباب أخرى ضد هذه الحكومة أن ينهض مجددا ليسقطها. وأظن الحديث الآن عن تآلف جديد يمكنه أن يكون أكثر اقترابا لعملية